مع التقدم في السن يضعف البصر تدريجيا ضمن مجموعة من المتغيرات الفيزيولوجية التي تحصل بشكل عام والتي ترافق عادة المسنين، ويؤثر العمر تحديدا على البصر، ويظهر ذلك من خلال أعراض كثيرة يعاني منها المسنون، لعل من أهمها صعوبة القراءة وظهور هالات وغبش بالرؤية. فبعد سن 45 لا تستطيع عيون الكثيرين التركيز على الأشياء عن قرب، وتسمى هذه الظاهرة بصر الشيخوخة، بالإضافة إلى الحاجة لوضع الكتب ومواد القراءة الأخرى على بعد. غير أن تقنية جديدة يمكن إجراؤها لكبار السن، وهي تقوم على تطبيق ليزري جديد تسمى هذه التقنية بالسوبر أكور، وتستند على عملية الليزك المعروفة والمستخدمة بكثرة لتصحيح الإبصار. ويقول الأطباء إن هذا الإجراء سريع وآمن وفعال، ويمكنه معالجة مجموعة واسعة من المرضى الذين يعانون من طول النظر الشيخوخي، ومناسب أيضا للمرضى الذين سبق وأن خضعوا لعملية ليزك، كما أنه يصحح بعد النظر.